وقت تلاقي الولد الأقرع ابن الوسخة ده اللي عندكم في مصر ده اسمه ايه؟ ها؟ عمرو أديب. عمرو أديب بيستضيف البت الوسخة اللي كانت لابسة الشبكة ديت نازلة البحر تنزل تصطاد بيها رميت في 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 مهرجان القاهرة السينمائي للطياز، فجايبها على القناة، واخد بالك أنت إزاي؟ ها؟ بالذمة ده من الموضوع ده مخطط ابن وسخة يا محمد؟ وحياة أمك حقيقي. لا والنبي بجد والنبي محمد، هم قالوا له اطلعي كده بتيزك كده عشان نشغل الناس وبتاع تفتكر والبسي ولا حاجه و... ها بالزبط. لا وحيت امك طبعا ها طبعا عشان الناس تنشغل بقى عشان. مين عرض تزهر مين ما عرضش تزهر، صح صح بالظبط كده. وتحلت مشاكل دين ابونا احنا اتحلت. شفت الهافه اما يخلينا شد الجوانة محمد في بيس، let me roll the joint in peace. خلينا شد الجوانة في سلام، واخد بالك؟ معاك واحدة زنبوكة ها؟ بس مش شيء غريب ايه وحات امك مش شيء انا اصلا يعني انا بقعد ادربها في دماغي كده، ده شيء غريب صح ها؟ طبعا. لا والنبي بجد طبعا امال ها؟ طبعا. يعني ايه الميزة من كده؟ يشغلوا الناس، اشغل الناس، اشغل البهاي، مين عرض تيزو ومين ما عرضش تيزو، وتبقى دي اقصى مشاكلنا. يعني هي دي اقصى مشاكلنا، مين عرض تيزو مين عرض تيزو ومين ما عرضش تيزو. طب وليه في نفس الوقت بيحتجوا على الولد اللي اسمه حمو بيكا ده؟ ما هو برضه دي حاجه تجن. بيحتجوا عليه ازاي؟ بيحتجوا عليه بيقول لك ده واد بيئه ومش واد بيئه وبتاع. ها؟ انا عادي برضه ما... ها؟ عشان يشغلوا برضو الرأي العام، بقول لك عشان يشغلوا الرأي العام برضو. ها صح ها، والناس تنسى بقى هوبا ممكن مغيرين الأسعار فالناس تنسى. بقول لك حمو بيك عمل ايه مع شطة؟ شد الجوانة يا محمد وادعي لي ربنا ياخدني. والنبي محمد ادعي لي ربنا ياخدنا محمد، اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم ثلاثه. احنا عايزين حد يجيب لنا رقم ياجوج وماجوج، اجوج وماجوج، عشان نروح نحفر معاهم، نروح نحفر معاهم. اجوج وماجوج، ايه اخبار اجوج وماجوج ابن الوسخه ده؟ احنا عايزين الحفر ده يخلص بسرعه بقى عشان يطلعوا ويخلصونا ويخلصونا. نروح نحفر معاهم طيب، نساعدهم نديهم رجل. أجوج ومأجوج، بس الفيلم الحلو ده، إيه الفيلم ده؟ ده فيلم فيه مناشير، إيه الليلة الخرا دي؟ في السعودية ده ولا إيه؟ أنا الليلة الفيلم ده في السعودية. لو لابس نفس لو الأمريكان ولاد الوسخة، ماسكين لك الولد سليمان، ابن الحاج سليمان بتاع السعوديه ده، ونازلين في سلخ واخد بالك؟ كل ده عشان واحد ناجح، عشان واحد ناجح ها، وعمال ايه يعمل اللي في مزاجه. بقول لك قتل الراجل وده ما يصح، يا ولاد الوسخه ما قتلوا 2 مليون في العراق، ولاد الوسخه قتلوا مليون في ليبيا، وبعد كده قال لك احنا رحنا عشان نسرق دين ابوكم. البلد الناس بنت ولاد الوسخه دول ها. والامريكان بيقول لك تعالى اديك بالجامد بس اوعى تقول احلى. بس عجبني الولا سليمان فشيخهم جامد ها ها. واحد ابن وسخه زنديق واخد بالك، بيقول لك عايز يغير من ايه؟ من تعليم الاسلام ومش تعليم، راح عاشره هناك في لندن واخد بالك، واتجوز بنت شغاله عند الاخوان ولا مش عند التركيه وعلى اردوغان وبدان، وتقول لك خطيبي مش خطيبي، خطيبي كده بنت الوسخه واحده عندها 30 وهو عنده 70 سنه خطيبها. طب ما تيجي نخطب ابو محمد. والله واخد بالك انت ها. وهو ابن الوسخه دخل القنصليه ومعاه الباسبور الانجليزي واتفشخ بقى، فضربينه علقه بنت الوسخه مش عارفين يتصرفوا يعملوا ايه، قال لك ناخده بقى يلا نخلص من الجبته دي خالص. ان الناس اخترعت بقى، قال لك دوبها في البتاع حط عليها عسل وبتاع. واللي نشر وعملها كفته وعملها صدق. وابعاط خرج من البولة. خايف ابن الوسخه ده يكون حي. انا خايف ابن الوسخه ده يكون حي عشان نشغل الراي العام العالمي العالمي بقى.
ويطلع حي في الاخر ابن الوسخه ده بيصيف في كاليفورنيا. بالك انت ازاي؟ مش بعيد. ممكن مش بعيد. مش بعيد. بس هو الولد سليمان شكله صايع. شكله صايع. فاهم الكلام. ها؟ شكله صايع. شبه الاسد صح؟ صح. ده اسد العرب القرن الجاي. صح. الولد سليمان ده. ده هو ده اسد العرب يلا. ها؟ واخد بالك انت؟ اللي هيقول لك كن فيكون. هو ده اللي هيقول كن فيكون. ها؟ على الحرام من دين. بعزة الله وجلاله. بعزة الله وجلاله. عشان تتعلموا الادب يا اولاد الوسط. احنا عايزين واحد زي ده واخد بالك اللي مش عاجبه واخد بالك اعملوا الواح خشب. اصل احنا عندنا كم هائل من الخيانه والخونه والعملاء في الوطن العربي. عندنا كم هائل. ها؟ ها؟ المجتمع الوحيد اللي يخرجوا منه ويشتموا فيه بره هو المجتمع الشرق اوسطي ابن الوسخة. هم تربيتهم تربيت زوال. خوان ملوش خير. لا من بره والله من بره من بره. واخد بالك انت ازاي؟ يطلع بره يقول لك يضحكوا عليهم بقى الديمقراطيه والبتاع. ولكن بيقولوا يا راجل الوسخة احنا ما بنشتغلش ديمقراطيه. هو ده بس منظر. عشان ناخد البترول بتاع دين ابوكوا ونقعكوا مع بعضيكوا وانتوا تقتلوا ببعضيكوا وتشتروا من عندنا سلاح وبتاع. ها؟ زي البشوات. زي اه واخد بالك. فدلوقتي لا الولا سليمان دوت ماسك العمليه جامد. واخد بالك انت ازاي؟ احنا بنشتري بفلوسنا. واخد بالك الحكايه والروايه. ها؟ ما لكمش حاجه عندنا يا ولاد الوسخه. هاخد انت. ها؟ وقال لك بس ده احنا لنا معاه بزنس وبتاع ما تزعلهوش. صح. واخد بالك. بس مش شيء غريب يعني العالم كله يتقلب ابن الوسخة. العالم ده ما فيهوش ذره عدل خالص ولا حياء ولا كرامه ولا اي حاجه ولا اي ولا بيحس ابدا. عالم ابن وسخة اللي احنا عايشين فيه ده. اي في ايام حرب العراق فاكر الناس اللي كانت بتموت ويضربوها احياء في الجوامع فاكر؟ ها فاكر. والنساء ما كانت بتغتصب. ها ها مليون عراقي راح فيها. صح. احنا ملناش تمن. هذا ملناش تمن. واخد بالك. يطلع ابن الوسخه بتاع الكونجرس بتاع الامريكاني بيقول لك ده عمل مش عارف ايه وعمل مش عارف ايه وده راجل مجنون ومش راجل مجنون. يا ابن المره الوسخه وانت يا ولاد الوسخه رحتوا فشختوا الارض وفشختوا النهر وفشختوا الاثار وفشخوا كل حاجه وولعوا في كل حته. واخد بالك انت ازاي؟ ها؟ فعلا طمسوها خالص. اه طمسوا كل حاجه ولاد الوسخة عشان ياخدوا خرى الذهب الاسود الهباب الاسود ولاد الوسخة. والله العظيم الواحد يشد جوان مالناش دعوه. بقول لك يا محمد ما نتكلمش في السياسه. احنا مالنا بالسياسه يا محمد. مالنا احنا هنعيش يومين بليز خلينا نشد فيهم في امان وخلاص. اللي ياخد واللي ليك ليك. احنا مالنا. وقالوا الجحا يلحق على جحا. واخد بالك ان هي شغاله بفيدك جامد نار. قال ما دام بعيده عن تيزي ما تدعم. وده احسن مبدا. احسن مبدا. ده احسن مبدا. لا بس لولا ابن سليمان دوت. بس بص لما بيقعد كده مالي هدومه ازاي؟ وبص البتاع يعني تحس انه فاهد. ان شاء الله. عارف الفاهد ها؟ ويتكلم انجليزي كده بص ها؟ ويرد على اللي قدام منك واخد بالك؟ ها؟ بكل ثقة وكل بيفهم في كل حاجة. بيفهم في الاقتصاد وبيفهم في الهندسة وكله شيء يعمل كده. سين ده أكيد. سين ده لا 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 ده سين. ده سين. سين ها. معاه بتاع مايك ده. ها معاه بتاع ده سمعات بتاعه بيدوا له أخبار على طول أول بأول وكل حاجة. والله الرد يعني. ها لا يا راجل بيتكلم من نفسه لا بتاع. ما عندنا الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي بيحط له سماعات كتير وحتى ما بيعرفش.
يطلع يقول لك كده رايحه كده رايحه كده رايحه، كانت ماشيه الناحيه دي طلع تعالي، كانت ماشيه جنبنا بصيت لها هو لا لا عنده لباقه برضه حبيبنا السيسي. اه طبعا عنده لباقه. ازاي عنده لباقه يا عم الحاج؟ انت بتتكلم ازاي ده فيلسوفه يا فيلسوف يا فيلسوف المنطقه تعال معطينا دارك يلا اعطينا دارك مش تقعد اقعد السهره بتاعتنا. صباح الفل يا سوسو ايه اخبارك؟ هو مش عمل لهم انتخابات ديمقراطيه؟ صح. وهو لوحده اللي رشح نفسه؟ طبعا. والناس اقتنعت ان هو ان دي انتخابات ديمقراطيه؟ ما بقول لك هو مسكين غلبان، هو شعب بيحكم شعب نصه بقى 90% بقى 90% محمد ازاي؟ ده انت ايه ده انت ده انت راجل ده انا كل طموح ده انت كريم ده انت كريم. حسب الثقافه، الثقافه بتقول كام؟ احنا تعدادنا كام في الثقافه؟ 148 يعني احنا تحت الصفر. احلى حاجه كم العباقره اللي بيطلع دلوقتي ها؟ 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 طبعا مولى حمو بيك او لا وابن الوسخه ها اللي اسمه الشعراوي ده اللي اسمه اللي اسمه هاني شاكر ده واخد بالك ها قال بيطلع بيقول ايه مين حمو بيك يا ابن الوسخه يا ابن الوسخه ده ترند نمبر 1 يا شوف 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 مدى الحقد والكراهيته والكراهيته واخد بالك انت ازاي؟ قال يعني مش سامع واخد بالك انت ازاي؟ ده انا مش عارف ايه ده حتى ما يعرفش ان في حاجه اسمها عايز فرق الموسيقيه البدنيه. احنا عندنا هنا اي حد بيغني صح على محمد شاينا؟ اي حد بيغني ايه روح لفرقه الناس اللي ماسكين الفن لا انت تغني وانت ما تغنيش؟ مين اللي بيعمل القوانين دي عندنا يا محمد؟ ها؟ مين اللي بيعمل القوانين دي؟ لا والله مين عامل القوانين دي؟ مين ابن الوسخه اللي عامل القوانين دي؟ لا والله حقيقي صباح الفل. لا 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 صباح الفل. لا بس صح ولا لا؟ إيه انت تغني وانت ما تغنيش وانت تغني باسلوب ده وما تغنيش باسلوب ده خد بالك؟ ها؟ حاجه وسخه. صباح الخير يا جماعه احنا قاعدين نحشش ده موضوع الحلقه. الله سيبهم يحششوا معانا سيبهم يحششوا معانا خلاص خليكوا قاعدين يلا احنا ورانا حاجه النت ببلاش هنعمل داونلود وخلاص. عجبكم الفيديو اعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ما عجبكوش الفيديو فشخوني كالعاده يا راجل يا ناقص يا دايوز يا زنديق ايه تاني بيقولوا؟ يا تيس يا معرس يا تيس يا معرس ايه تاني؟ يا ملحد يا ملحد ايه تاني؟ ايه تاني؟ وانت مركب حلقه ليه؟ انت راجل مش عارف ايه؟ الحلقه ده بدا يوم يا محمد وانا مركبهم في تيازهم. مش انا بشتغلك انا اصلا احب اشتغل بشر. عجبني ايه رايك يا لحبيب؟ لا البس واحد يا يعني. البس واحد البس واحد. زمان كانوا بيلبسوا حلقان صح؟ خالد بن الوليد كان بيلبس حلقان؟ حلقان؟ من ده؟ خالد بن الوليد؟ ما حضرتوش قريتها في قصه الله العظيم وعامل تاتو وعامل بتاع كل حاجه تاتو كمان وشعره طويل وعامله ضفايا كمان يركب على الحصان كده ويطير الله العظيم ثلاثه بقول لك خالد بن الوليد خالد بن الوليد احنا مالنا بخالد بن الوليد ما تخلينا في شارع خالد بن الوليد تاتو وضفايا الله الله يعني انت خدت البنت من الساعه كام قول لي يا عم راجل ما ترحمنا بقى لو النبي ما ترحمنا سلينا محمد عادتك الخاره دي يعني انت بس يا عم لا ليه كده محمد عادتك راح كده مش ابوك حبيبك دي حكاوه تتحكي دي يعني دي حكاوه تتحكي دي حكاوه تتحكي ده جات لك جات خدتها الشيل وبتاع بدات ازاي يعني اخوك بيقول لي بس بدات ازاي على طول ده ولا مساج وبتاع انا بعرف الكلام ده امال انت ايه لفحت انا بتاع الكلام ده لفحت وانتهينا على كده لا لا مفيش شغل خالص مفيش حاجه خالص ما بديش شغل ضمير انا ها ما بديش شغل حق انا ما بتديش الشغل حقه لا ما ينفعش وقام على الطاير هي انت برنس انت برنس انت بتظبط لازم انت مساج تجيب الزيت البتاع زيت الزيتون زيت الورد
زيت الورد جسم كده حلو واخد بالك انت تقعد تملسه جميل واخد بالك كنت بتعمل انت كده او تعمل مساج انا فن احب انا بجد والله لازم 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 لا لا لازم لا لا. استكشف هذا الكيان الجميل بتشتغلني لا وحياة رسول الله لا الحرام الدين لا والله وكل واخد بالك والمطبات والمطبات وبتاع والمداخل والمخارج لغايه الزيت ما يوصل لكل حته انت بتسنكرها لا ما واخد بالك انت ازاي وبعد كده ندخلها عضلاتها ومش مضره واخد بالك ترخي العضلات عشان تبقى تعمل لها عمليه ريلاكسيشن ده دراسه بقى عشان تبقى بتاعتك كلها ده حاجه دراسه دي بقى بعد كده الحاجه الثانيه دي تفكر فيها في الاخر نتيجه تلاقيها بطبيعتها بقى انت كل مره كنت بتعمل العمليه السودا دي كل مره هي دي حياتي كده كل مره هو كل مره كده بس مع الولايه الكئيبه ديت انا بنام في حته ثانيه ده انت على كده قضيت نص عمرك في اوضه النوم لو بتعمل الحوار ده كل مره ليه بس ليه انت بتخش العمليه ديت العلاقه دي حاله ثقافيه جميله العلاقه الجنسيه بين الرجل والزوجه والزوج والزوجه واخد بالك لازم تبقى علاقه فيها نوع من الموده والرحمه مش تخش تلسع وتجري ايه يا محمد هبه 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 جاهزه هبه قلنا لو محمد شيخ فنزة هبة 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 الست مش محتاجة ده الست محتاجة راجل يحس بيها محتاجة حنية محتاجة حنية الست حنونة حتى الحبايب يلا نغني حنونة ست الحبايب يا هبة 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 يا حبيبي قلبي يا حبيبي قلبي طب هو الراجل حنون اهو حنون طب الراجل حنون اهو اعمل حاجه بقول لا يا حبيبي قلبي انا تعبان قوي يا هبه ايوه يدي ايوه على مدى على مدى الشراسه المعامله مدى الانحطاط التعامل الجنسي في المجتمع بتاعنا والله اتلوحت من دولت كل ولية تكون نايمة في سبع نومة لف يا ولية ديب ديبتي قولوا لا حتى ما حسيتش بحاجة خالص رجلي بتخش فيها لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة حاجة مبززة يا رجل حاجة مقرفة تكرهوك في الحياة الله العظيم ثلاثة تخيل بتحصل المواعيد دي حيوانات ده ممكن تلاقي واحد مثلا كحول مع بنت حلوه كده زرطيطه ها متجوزها تسديد دين ولا حاجه تسديد دين غلبانه بقى واخد بالك ها تسديد دين يجوزوها عشان يسدوا ديونه لحد عم يتجوز امال ايه امال ايه مفيش كلام ده دلوقتي حاجتين حاجتين بيتحكموا في الانسان الثقافه والماده ها الثقافه والماده الثقافه والماده الاقتصاد 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 والتعليم الحاله الاقتصاديه كويسه والتعليم كويس الناس تبقى متحضره لو التعليم كويس الحاله الاقتصاديه تبقى كويسه اوتوماتيكال ما التعليم كويس حاجه الاقتصاد مظبوط كل شيء مبني على اسس علميه انما كل اللي مبني عندنا على اسس عشوائيه كله عشوائي والناس اللي بتتخذ القرارات ديت ناس معاها شهادات يقول لك انا الدكتور فلان ودكتور علان ودكتور زعلان ما هو متخرج من نفس الثقافه من نفس البيئه شيء يحزن حقيقي شيء حزن عم حزن ليه بس شد جوانا ابو بطل الاكتئاب ها جوا طلب اكتئاب ولا لا مش اكتئاب انت بتتكلم في دوله تعدادها فوق ال 100 مليون بتتكلم في دوله مش بتتكلم مثلا في اسره فيها 20 30 واحد بتصلح بينهم بتتكلم في دوله فيها اكتر من 100 مليون تصلح بينهم ازاي دول تصلح فيهم ازاي تصلح فيهم ازاي ها محتاجه اجيال بقى اجيال من اجيال جيل كمان جيلين ولا جيلين ثلاثه ها
عشان توصل لدرجة الرقي واخد بالك متوسط دول العالم. انما احنا ما عندناش اي حاجة. الهند دلوقتي عندها 80 صح؟ طبعا. شوف الهند في عالم البرمجيات وعالم وعالم الصناعة وعالم شوف تايلاند بلد فقيرة اللي كانت بيبقى فيها مجاعات وحروب طائفية تعمل ايه بس؟ ما عندناش خبرات، ما عندناش قادة. الناس في قادة. مش القادة دول، قصدي قادة العمل. قدوة، عندناش قدوة. قدوة في العمل في كل المجالات ما عندناش. واخد بالك؟ القدوة بتاعت كل واحد في العمل حاجة واحدة بس، تعريس. هي دي قدوة كل واحد في العمل. صح؟ صح. ها؟ قدوة كل واحد في العمل، التعريس على طول. ها؟ السكرتير لازم يعرس لك على طول. عشان يكمل. واخد بالك؟ ها؟ أكل عيش وكده. أكل عيش وكده. الله، صباح الخير يا محمد. صباح الجمال. صباح الفل يا بلادي. صباح الفل يا بلادي، بحبك يا بلادي. الله الله، والله الجوان من غيرك ما يسويش اي حاجة. بلادي يا غالية، ما تيجي نحيي العالم. نحيي العالم، ما تيجي نحيي علم مصر. حي العالم. جواني جواني جواني، انت فين يا جواني؟ حلوة؟ حلوة. صباح الخير. صباح الخير. واخد بالك انت ازاي؟ احنا ممكن تتحل مشاكل كتير عندنا بسنة لطافة بشوية ثقافة. واخد بالك انت؟ ها؟ يعني الناس مثلا محتاجة تاكل الحاجة المفيدة لجسمها، هي بتاكل الغلط، بتاكل الحاجة المضرة لجسمها، فتضطر تبقى محتاجة علاج. شفت ازاي؟ وبتاكل كتير، يعني بص خسارة من الناحيتين، بتاكل كتير وبتاكل حاجة مضرة. واخد بالك؟ ها؟ وبتأذي وزارة الصحة والمستشفيات ها؟ والأدوية اللي بتتجاب من بره بالدولار. عارف انت ازاي؟ انما لو الناس كانت صحي، ها؟ واخد بالك؟ هيبقى خفة. ايه ما خفة الأمراض، خفة الضغط على المستشفيات. صح؟ ها؟ وبعدين تأثر بقى في الاقتصاد، الاستهلاك هيبقى قليل. عارش؟ ومش هنستورد دواء بقى بالعملة الصعبة جامد. عارش؟ فكل عديدة علاقات تتبطط شبك مع شبكة جامدة قوي. فإن احنا الناس اللي احنا عندنا يقولك يلا استورد لهم بقى ايه تلات اربع عبارات خرفان، تلات اربع عبارات قمح. القمح وصل خلاص، اتحلت المشكلة. وبعد كده تعدي السنة نبدأ الموضوع ده من أول وجديد. عارش انت ازاي؟ هوبا مفيش عيش، مفيش سمنة، مفيش سكر، مفيش بتاع. صح انت واخد بالك؟ ها مش بيحصل؟ مظبوط. هوبا مفيش بطاطس، وصلت للبطاطس، ضربت البطاطس. طول طول ما توصل للبطاطس تعرف انها خلاص، انها جابت قرارها. ما هي دام وصلت للبطاطس ليش معنى؟ ليه بقى؟ لأن البطاطس سلعة عالمية معروفة لا يأكلها إلا الفقراء. يعني انت لو رجعت، يعني انت لو رجعت مثلا ايرلندا، حرب ايرلندا والحروب اللي فوق ديت اللي عند انجلتريتس، ها فكانوا ايام الحرب مفيش حاجه واحده غير بياكلوها البطاطس. وبعد كده الامريكان كانوا من كتر الريسيشن والحرب والافلاس الناس بقت تبيع ايه؟ تفاح في الشوارع. هو التفاح مالي في الشوارع؟ مالي في الاشجار ببلاش. فالناس للدرجه دي بقت تطفوا وتبيعوا، تنزل السيد عشان مفيش. بالك انت ازاي؟
احنا مصر بقى ها عندنا البطاطس برضه زي ايرلندا بالظبط خلاص واخد بالك انت ازاي؟ بقول لك البطاطس غاليه ومفيش بطاطس ومش عارفين نعيش. طب ما هي دي الاكله الوحيده اللي الناس بتاكلها، يا بطاطس محمره بتعملها سندوتش صح؟ وخلاص تيجي على الشيخ البطاطس بتاع بطاطس حطها بالصلصه بقى بطاطس بالصلصه خلاص. خد بالك انت ازاي؟ ها؟ بطاطس معجنه مهروسه وغمسها اهي بطاطس. واخد بالك؟ وبعدين احنا بنتكلم في ملايين بياكلوا الوجبه دي. مصر احنا دوله فقيره. ملايين ملايين بنقول ملايين وعدت 30 مليون. واخد بالك انت ازاي؟ تعتبر وجبه اساسيه البطاطس دي. يطبخها مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع. كل يوم بطاطس بطاطس بطاطس، كنت اقول لهم يا اما كل يوم بطاطس مره بالصلصه مره بالبتاع مره مفيش مره باللحمه يا عم معلش يا ابني بقى واخد بالك. والله شويه فاخد بالك انت ازاي. فاحنا وصلنا للبطاطس يا محمد شريطه لان الناس مش فاهمه المشكله ان هم السبب. واخد بالك بقينا كتير، هو الحكومه برضو مكبره دماغها مش عايزه ايه تفهم إيه تحل ازاي المشكله دي، لان هي كمان سبب المشكله. ما الحكومه سبب المشكله، سابتهم يكتروا زي ايه زي الارانب صح، ويبنوا عشوائيا زي ما هم عايزين. واخد بالك اللي عنده صفكوك عشه زباله واخد بالك هداه وبناها عماره، ما تفهمش ازاي. كنا نشوف حاجات غريبة، تلاقي داخلة كده خمس ست امتار في خمس ست امتار، هوبا طلعت عمارة 10 ادوار، ازاي دي يا عم الحاج؟ وايه من غير من غير اسانسير؟ يعني اطلع للدور العاشر كله عشان اضرب مسامير؟ كل ده عشان اتجوز واضرب مسامير؟ اطلع للدور العاشر كل يوم عشان اضرب مسمار؟ ده انا ولع في امه. شفت ازاي؟ الناس كتر من كتر تفكيرها في المسامير، شفت بقت تسكن فين؟ ها تسكن في حاجه قايله للسكوت، تسكن في مقابر، تسكن في اي حاجه. انما الناس ما فكرتش بقى في البتاع ده في المسامير، فكرت في العلم شغلت مخها، انما كل حواسها كلها جنسي حيوانيه. فتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ كان بتاع القاهره السينمائي الدولي العالمي للتياز، شفت انت كله طالع بقول لك بص تيزي بص تيزي انا تيزي حلوه بص تيزي بص تيزي، صح ولا لا؟ شفنا حاجه تانية بص تيزي شايفه، طب وقف هنا كمان نشوف تيزيك مره تانية. واخد بالك؟ ها؟ بعد كده واحده تانية قالت لك انا كل شويه اقول لكم تشوفوا تيزي، قامت جايه ايه طالعه ايه؟ لابسه شبكه. واخد بالك؟ نازله تشتري قراميط، تصطاد قراميط، فاكرها انت دي؟ اسمها ايه دي؟ واحده كده لابسه بتاع شبكه، واخد بالك انها نازله ايه؟ نازله تشتري قراميط من النهر. من 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 بتاع من البتاع من ال وبعدين يا ريت حلوه. واخد بالك انت ازاي؟ يعني وريت حلوه يعني يا ريت حلوه. واخد بالك تزهى معفنه. واخد بالك انت ازاي شكلها كده تزهى ايه؟ عارف انت بتيزي اللي هي ايه المكبوسه ديت المنفوسه المندوسه. واخد بالك انت ازاي؟ ها تبقى عامله زي الانفد. واخد بالك هي دي التيز. واخد بالك ومعجبه بيها قوي، فكل الناس طبعا عجبتها التيز لانها شافت التيز على ايه؟ على حياتها، شاف التيز على حقيقتها. ها التاني انت مغبطين التيز بس لك بص تيزي بص تيزي. واخد بالك انت ازاي؟ ها فالناس يا شافت التيز كل مصورتيه كلهم بقى قعدوا بقى يصوروا 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 تيز بقى تيز اول مره تيز تطلع على وضعها. وبعد كده يستضيفوا التيز ديت في التلفزيون يقول انا يعني انت حكايه تيزك دي. صباح الفل صباح الفل يا محمد صباح الفل. واخد بالك ادي كل الموضوع. الموضوع ده طول كتير شويه ميه دي شف. واخد بالك واحد من سعد الاخلان الكل فتحت ايه ده تقريبا فتحنا وكان هناك معارك في المنطقه القديمه بس احنا ما درنا بال بقينا من اجل المدينه وفعلا عندنا المدينه وفعلا عندنا منطقه صناعيه. واخد بالك انت ازاي؟ شفت انت مهرجان القاهره الدولي للتياز؟ شفته اتفرجت عليه؟ احلى تيز مين فيهم؟ احلى تيز كلهم بقر كلهم بقر
اوسخ تيس بقى اللي هي ديت اللي ما خلتناش ننام طول الليل. ها تخيل تيس مين؟ سما المصري. سما المصري عليها الحرام من دي العراق دي. العراق هي يعني بدمروها. بص لا حول الله رجع لا حول ولا قوة إلا بالله. قولك الملك سليمان ابن الملك سليمان سفاح يا ولد الوسخة يا ولد الوسخة يا شراميط هتلين مليون عراقي. قولك يا ولد الوسخة لا والهبيدة تهبط الهبيدة تهبط ما وراهم حاجة واخد بالك. ده بيقول لك ده بيقول لك ديكله ده بيقول لك المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه ده اخيه كان الله في حاجاتي. ده اللي مستنيينه. النجار 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 يا ولاد الوسخه يا ولاد الوسخه. بتتكلموا من الدوله اللي جت نجحتنا وخدت مننا بترولنا وقتلت مننا ملايين يا ولاد الوسخه. شفت ازاي؟ تتجنن ولا ما تتجنش؟ كل ده عشان واحد كلب ابن وسخه واخد بالك. تطاول على الاسلام بس خلاص. تتطاول على الاسلام كل صبح. يا الله يا ابن الوسخه ده احنا مش ننشرك ده احنا نلفك جوان ونطيرك. قال يعني ام ولد الوسخه بيدمروا على حقوق راجل عربي. يا ولاد الوسخة يا ولاد الوسخة يا شرابيط يا دول شرابيط بنت وسخة. على الحرام من دينا يا جماعه.